لكنني لا أستطيع النوم. كيف أنام بعدما رأيت إنسان يقتل إنسانا آخر؟ نحن البر لا نقتل بعضنا البعض إذا ما تزاحمنا على الماء أو الطعام، فكيف يفعلها الإنسان؟ كيف يهبط النوع الأرقى إلى هذه الدرجة؟ اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي، ولن أدع المجرم يفلت بفعلته، فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا السبت كله. اهدأ اهدأ يا حرب، كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأسباط ويرفض تعميق الخلافات بينه. وما النتيجة؟ قتلوه، فهل نسكت؟ أنا أشد منك حزنا على فراق أبي، والنار الذي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت. هوني على نفسك يا ابنة العم، كل ما أرجوه أن ننتظر. سيأتي منهم 50 رجل يحققون في مقتل أبي، ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء. معك حق، وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية حقنا للدماء. أعرف هذا الرجل، إنه تاجر غني من سبط آخر، وليس له إلا ابنة وحيدة أظن أن اسمه إليائيل. من له مصلحة فقه؟ قد يكون القاتل للصن أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟ بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماما وتشتعل الفتنة بين القبيلتين. ما العمل يا كبير السبط؟ نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية. وكان الفول لذيذا. اترك الفول جانبا وقولي لي ماذا قال سيدنا موسى للناس. منذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟ أرجوك أخبريني ماذا حدث في حقل الفول؟ في حقل الجريمة. نعم تذكرت، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة؟ الكلام عني؟ ألا توجد بقرة غيرك؟ هناك آلاف الأبقار الدنيا، قد تكون هنا أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى. المهم، هل قاموا بذبح البقرة؟ لا لم يفعل، قالوا للنبي أتتخذون هزوا؟ يا لها من جرأة، كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما أعظم أدبه ورقي حديثه، ليتهم يتعلمون منه شيئا. ها ثم ماذا؟ هذا كل ما حدث، عادا إلى ديارهم. كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم ويعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث؟ هل يحملون في صدورهم قلوبا أم أحجار؟ ماذا سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة. نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها. لقد قال بقرة، أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟ هذا لكسب الوقت، ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح بقرة. حجر، أنت هنا؟ أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي، حمايتك واجبي بل ومسؤوليتي، وأيضا وصية عمي لي. تحميني من ماذا؟ من قتلة عمي، من يدرينا؟ لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا. في الحقيقة لم أكن أتصور أنك تقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي. هذا أقل واجب، ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا. ما هي؟ إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل، والأفضل أن نتزوج. نتزوج؟ في هذه الظروف؟ نتشارك معا في الحزن والفرح، لن تجد من يواسيك ويرعى أموالك مثل. أسرعي قليلا، لماذا تتحركين ببطء هكذا؟ الذي جرى لك يا راضية؟ أصبحت كثيرة الحركة وسريعة الغضب، كأنك لست بقرة. ليتني لم أكن بقرة، لم أعد أطيق وداعتي وطيبتي وسط هذه الأحداث الغريبة من حولي. هيا أبلغيني بالأخبار. ذهب القوم إلى سيدنا موسى وسألوه أن يدعو ربه ليعرف ما هي البقرة. سؤال عجيب، المهم ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لهم على لسان ربه إنها بقرة لا فارض ولا بكر. تقصدين أنها ليست كبيرة في السن ولا صغيرة، أي متوسطة، هذه الأوصاف تنطبق علي. هي تنطبق علي أنا.